انتبه جميع سداء قدم سلاء هد بابا شهيد يرحمه مات على الدرابو تاع الجيري ماشي بار اكزام سراق ولا مات على الدرابو ان شاء الله ربي راه في الجنه ربي يرحمه كيف الحق هسه كيف الحق ميد سميد وسان شهداء وكليان اني لا ملان اين كتخدم ايوه هاني رحمه البوين هاني حرزه البوين لاين شارع ونديني قلت لكم رانا التقينا بالتاريخ مره ثانيه باعتبار ان هذه القرى دخلت في الثوره منذ الحركه الوطنيه ماسيفمون ما كاش الدار في ايت العزيز اللي ما شاركش من بعيد او من قريب لكن كاين زوج شهداء هو جلال العربي وجلال محمد هذو الشهيدين ما راهمش عطاو لهم اللقب الرسمي استادير لو ستاتو الاعتراف الرسمي على هذا احنا ليس هذو الناس اعتقلتهم فرنسا في يوم واحد عذبوهم في مده 15 يوم ومن بعد حفروا المقابر وداروهم حيين الداخل وحيين كاينوا الناس بالراويه ما كاينين الناس مازال العظام تاعهم ما جبدوهمش هذو الناس نطلبوا من السلطات تاع الدوله يعترفوا بهم باش تكتمل مليح الفرحه. بسم الله الرحمن الرحيم معكم مديره المجاهدين لولايه البويضه نحتفل بذكرى لهجوم القسنطيني وكذا يوم المجاهد 20 اوت المصادف ل 20 اوت 2022 وعلى غرار هذه المعالم ايضا بعض المنتقيات التي وجدت بحوزه الشهداء الذين تم مؤخرا البحث عنهم واستخراجهم من بلديتي بوكرام وكذا بلديه اثل العزيز التي كانت لنا المحطه الاخيره فيها حيث قمنا حيث قام سيد ولي الولايه لكح العياط عبد السلام بالوقوف على مراسيم تدشين المقبرة وكذا إعادة دفن 8 شهداء من بينهم 4 شهداء 5 شهداء استشهدوا في قرية التبعوانين هؤلاء شهداء الذين عانوا الويلات وكان المستعبر قد عذبهم أشد تعذيب وقاموا بحفر قبورهم بأيديهم